نتحول الآن إلى ثالث ملفات العرب اليوم إلى المغرب، حيث الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والخدمات الأساسية. هذا الارتفاع أخرج آلاف من المغاربة احتجاجا في عشرات المدن. قهر تونة، بركة من الحجرة، أي كفاية من التهميش، شعارات حملها المحتجون في الوقفات التي احتضنتها الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، غدير ومدن مغربية أخرى، إضافة إلى شعارات أخرى تنادي بالحد من ارتفاع أسعار الخضروات، اللحوم والأسماك، ومراجعة أسعار المحروقات التي لم تتغير رغم انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية. سبب هذه التحركات الغاضبة يعكسها معدل التضخم في المملكة المغربية الذي بلغ 9.4% في 2023 بمقابل 4% فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أما في شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه مستوى الاستهلاك، قدرت السلطات معدل التضخم في أسعار المنتجات الغذائية ب 18.2%. الجبهة الاجتماعية الداعية لتنظيم الاحتجاجات بررت تحركاتها ضد الغلاء باتهام الحكومة بتجاهل تدهور الأوضاع وضعف المقدرة الشرائية للمواطنين في ظل غلاء لم يشهد له المغاربة مثيلا منذ 3 عقود، بينما تواصل شركة كوبرا كتلك العاملة في مجال المحروقات أرباحا كبيرة بحسب رأي المحتجين. أما مهنيو قطاع المواد الغذائية في المغرب فحملوا مسؤولية الغلاء إلى سيطرة الوسطاء على السوق وإلى موجة الجفاف التي ضربت البلاد. نفهم أكثر ما يحصل في المغرب ونناقشه مع ضيفي من الرباط، بدر زاهر الأزرق، أستاذ الاقتصاد في جامعة الدار البيضاء. أهلا وسهلا أستاذ بدر. الدار البيضاء واحدة من مدن كثيرة خرجت احتجاجا، أكثر من 60 مدينة مغربية تتظاهر ضد الغلاء وارتفاع الأسعار يعني شعارات فيها من القهر والعزة. لماذا وصلت الأمور إلى هنا؟ لماذا تضاعف معدل التضخم ويعني أكثر من 18%؟ أكيد الاحتجاجات اليوم هي ليست وليدة الأسبوع الماضي أو الأيام القليلة الماضية، بل منذ ارتفاع نسبة التضخم السنة الماضية أبريل الماضي كانت هناك احتجاجات من طرف النقابات، من طرف كذلك من جمعيات حماية المستهلك، من طرف جمعيات المجتمع المدني. يعني شهدنا عشرات وعشرات من الاحتجاجات بما فيها الاحتجاجات التي كانت أول أمس وأمس بالمغرب، وأظن بأن هذه الاحتجاجات متفهمة ومنطقية جدا، إذ أن هذا السياق التضخمي وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وارتفاع نسب التضخم في المواد خاصة المواد الغذائية بشكل لم يسجل منذ سنوات منذ ثمانينيات القرن الماضي، أظن كل هذه الأشياء إلى جانب تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي بشكل كبير دفعت بالمواطنين إلى الاحتجاج ومطالبة الحكومة باتخاذ تدابير يكون لها أثر إيجابي آني على القدرة الشرائية وعلى الأسعار. وأظن أن الحكومة اليوم سبق وأن اتخذت مجموعة من الإجراءات، ولكن بعضها جاء متأخرا للغاية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، خاصة أن حين نتحدث عن التضخم، عن المواد، تضخم المواد الغذائية فهو شيئا ما تضخم مغربي، في حين أن معظم المواد المنتجات الأخرى هي متأثرة بالتضخم المستورد خاصة المحروقات والغاز وغيرها. إذا حين نتحدث فقط عن التضخم فيما يخص المواد الغذائية فله مجموعة من المحددات يعني في مقدمتها أن منظومة الفصول اليوم، سيد بدر لو تشرح أكثر، لأنه يعني نعم، وإن كان موضوع منفصل وربما موازي، تأجيل الحكومة المغربية الزيادة التي أقرتها في رواتب القطاع العام كان قد برر بطريقة أو بأخرى لاستقرار معدلات التضخم، ولكن من الواضح أن معدلات التضخم ليست مستقرة في المغرب، فما الذي يمنع الحكومة من الانتباه إلى هذه الأمور أو التصرف حيال منعها، إيقافها أو السيطرة عليها؟ ما العائق؟
بالنسبة للتضخم، أظن بأن الحكومة اليوم هي واعية بأن هذا التضخم في المغرب جزء منه هو جزء مستورد، مرتبط بالمحروقات، مرتبط بغلاء مجموعة من المواد في الخارج، بما فيها جزء من المواد الغذائية التي يستوردها المغرب كاللحوم وكالحبوب وبذور الزيت وغيرها، خاصة أن السنة الماضية بالإضافة إلى أنها سنة تأثرت بالاضطرابات الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع نسب التضخم، تأثرت أيضا سنة جافة تراجعت فيها المحاصيل، وبالتالي كان متفهما أن الأسعار سوف ترتفع، ولكن الغير متفهم أنها ارتفعت أكثر من السقف المتوقع، وذلك لعدة أسباب ومحددات، بما فيها أن المضاربات لم تخضع للمراقبة، لم تخضع لتدخل الحكومة في الوقت المناسب، أن سلسلة تسويق الحبوب والمواد الغذائية في المغرب ظلت أيضا رهينة لعدد كبير من المتدخرين ولشبكات للتسويق متجاوزة ولأنظمة قانونية أيضا قديمة لا تساهم في ضبط الأسعار، ولا تساهم أيضا في كبح جماح المضاربين خاصة في زمن الأزمة، إلى جانب ذلك أن حتى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مستوى دعم السائقين المهنيين بالنسبة للمحروقات ودعم الماء والكهرباء وكذلك دعم الأعلاف ورفع الرسوم على مجموعة من المواد الغذائية، جزء منها تم اتخاذه بشكل متأخر شيئا ما حتى طب اقترب إذن شهر رمضان، إجراءات متأخرة وبالتالي أو أن أثر إجراءات هذه قليلة الإجراءات وقد لا الحكومية. تكون لا تكفي نعم أستاذ بدر، فهل هذه نعم المظاهرات مؤهلة للاستمرار ويعني التوسع وربما تحول إلى شيء آخر؟ إلى حدود الساعة يعني أظن بأن الاحتجاجات هي متفهمة وهي في نطاق المعقول، وأظن أن حتى الأسبوع المقبل هناك مجموعة من النقابات تهدد بالإضراب العام في المغرب، وأظن أن هذه الاحتجاجات من شأنها أن تدفع الحكومة إلى تنزيل وعودها التي سبق وأن وعدت بها النقابات، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، من شأن هذين الإجراءين أن يخفف من حدة هذه الإجراءات، من حدة هذه الاحتجاجات أو الإضرابات المزمع تنظيمها ابتداء من الأسبوع المقبل، في انتظار ان يكون هناك انخفاض ملموس جراء الاجراءات التي سبق وان اتخذتها الحكومه بدايه هذا الشهر خاصه على المستوى الغذائي، فان تراجعت اسعار المواد الغذائيه ووفت الحكومه بوعودها خاصه على مستوى الزياده في الاجور ومستوى مراجعه الضريبه على الدخل، اظن ان الاحتجاجات سيتم محتواؤها شيئا ما في انتظار ان تنفرج هذه الازمه المرتبطه بالتضخم على المستوى الدولي. شكرا جزيلا لك من الرباط بدر زاهر الازرق استاذ الاعمال والاقتصاد في جامعه الدار